خير المستجدات بالنسبة لنا هنايا، لأنه كما قلتي في البداية ديال الكلام ديالك أنه تقريبا من نهار 14 مارس حنا جانا الإعلان باش نحبسو، وحبسنا ليكيب ديالنا كاملة. حنا تقريبا نقول اللي حبسنا واحترمنا الحجر، وكان في المصلحة ديالنا يعني، لأنه فعلا أنه البنات ليكيب ديالنا كلها كانت متخوفة في الأول من هذا المرض هذا، لا يتقاسوا ولا شي حاجة منهم مثلهم مثل أي مواطن مغربي، لأنه من حقهم هذا الشيء هذا يكون عندهم أكيد، لأنه ديك الساعة إنسان كانت كورونا شي حاجة اللي هي جديدة، ما تنعرفوهاش أشنا هي، ما تنعرفوهاش أشنو السلبيات ديالها. إنسان مني وصلنا دابا عرفنا الكورونا اشنا هي، عرفنا الحمد لله انه بلادنا قدرات انها توقف هذا المرض بواحد الشكل اللي هو معقول وعقلاني، وبواحد الطريقه اللي هي فعلا اننا تفوقنا على بزاف ديال الدول في هذه المساله هذه، اننا قدرنا ما كانش عندنا واحد العدد اللي هو كثير بزاف، والحمد لله الدولة دخلات وسيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو السامية باش انه داروا واحد المستشفيات بواحد العدد كافي بالمستلزمات ديالهم كاملة، من ناحية مواد طبية، من ناحية اطقم طبية، من ناحية بزاف ديال الوسائل. زعما من هذا المنبر هذا تنقدم له زعما القدر والاحترام على المجهود اللي صراحة ضحى بالاقتصاد ديال البلاد ديالو من اجل الشعب ديالو، وهذه تحسب ليه، وزعما صراحة الشعب كله بدون استثناء انه تيشكروا على هذه البادرة هذه، انه يعني مختلف على بزاف ديال الدول اللي بقاو غاديين في هذيك تيخموا الاقتصاد ديالهم، ولكن هو مهموش هذه المسألة هذه، قدر انه يكتفيوا بزاف ديال البوادر اللي دار زوينة، من ضمنها الدعم اللي دار للمواطن، من هنا توفير العلاجات للمواطن، يعني بزاف الاشياء الحمد لله اللي هي صراحة تنشكروا وتنحمد الله تعالى اللي عطانا الله واحد الملك صراحة تنفتخروا به، ولينا الشرف الكبير أنه أننا بلادنا فيها ملك بحال هذا الإنسان الطيب الخلوق. أكيد لأن احنا في الأول ما كنا تنخمو حتى شي حاجة إلا أننا نحترموا التعليمات ديال سيدنا، نخمو الكليان ديالنا، نخمو البيرسونيل ديالنا باش اننا ونقلوا من المرض، لانه كل واحد خصو يساهم من المكان ديالو، باش غيساهم يساهم انه يبرك في الدار ديالو، يبرك ويحترم الفتره ديال الحجر حتى تدوز الفتره على سلام وتدوز الامور على خير، ونتعرفوا على المرض اكثر ونوفروا له الامكانيات اكثر باش الامور تدوز على خير. حاجه ثانيه اللي تنشكر على سيدنا الله ينصرو هو البادره الثانيه الاخرى اللي دار ديال الفحص ديال كوفيد 19 بالنسبه للمقاولات، هذه مشكور على بزاف، لانه فعلا هذه من الحوايج اللي هما انا شفتهم انهم بغى يبدا المقاولات ديالو والشركات في البلاد ديالو بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه، انه اي واحد بغى يدخل يخدم خص اي واحد تنعرفوا هذاك الانسان اللي خدام انه راه تيتوفر على واحد الصحه ديالو، مضمون انه راه داير فحص وانه راه ما نخافوش من هذاك الانسان اللي هو خدام في هذيك المقاوله، يعني راه داير الفحص ديالو، داير الاجراءات ديالو، المسائل ديالو، هذه مشكور عليها بزاف. ما عدا كاينه ملاحظه صغيره، لا كان حبذا لو انها تكون لان المقاولات كلهم تضررين دون استثناء لا الكبيره ولا المتوسطه ولا الصغيره، ولكن تنهضر انا على الصغيره بالخصوص، انه لو تكون هذه البادره اللي دارت دار مزيانه هي في المصلحه ديالنا، في المصلحه ديال المواطن، في المصلحه ديال كل شيء، غير المساله انها تكون عندها انه ناديو على الواجب ديالها باش انها تخلص، هذه هي اللي تنتمنى انه تكون هذه البادره تكون من وزاره الصحه انها تدار بالمجان، لانه المقاولات خصوصا الصغيره متضرره بزاف، باش تزيد انها تادي واحد الواجب ديال هذيك التحليله غيكون واحد العبء ثقيل على هذيك المقاوله، يعني تنزيدوها تقول فوق تقول ديجا هي باركه 3 شهور ما خدماتش، زائد اننا وفرنا بزاف ديال المواد، بزاف ديال الوسائل، بزاف ديال باش نحميو هذاك المواطن ونحميو هذاك الكليان ديالنا ونحميو هذاك الخدام اللي خدام معنا، ونزيدو تكلفه اخرى عاوتاني ديال التحليله اللي هي القيمه ديالها في حدود 500 درهم تقريبا، وخاصه دار كل 15 يوم، هذا غيكون واحد العبء ثقيل على المقاولات وخصوصا الصغيره. تنتمنى انها تكون البادره تكون بالمجان، ولكن انا عندي راي صغير ان لو كانت دار كل 15 يوم او كل شهر مع بطاقه تثبت ان هذاك الانسان دير تحليله وانه خالي من هذاك المشكل، باش يتعلق في العنق ديالو ولا في الجيب ديالو، باش انسان اي واحد دخل اي مقاوله تيعرف بانه راه المجموعه اللي خدامه تمايا راه كلها خاليه من الامراض،
ودار كل 15 يوم باش حتى لا كان شي بوادر شي بدايه المرض او شي حاجه تتبان على ذاك الانسان في التحليله الثانيه راه تتبان عليه، وتيمشي يريح واحد السيمانه ولا هذا، وتنهنا تنكونوا سيطرنا على المرض بواحد الشكل اللي هو امر به سيدنا بواحد الطريقه عقلانيه وممتازه جدا. ما عدا كما قلت لكم ان لو دار المقاولات الصغيره دار لهم بالمجان، لانه فعلا حنا كما بدينا في الحوار ديالنا تضرر من 3 شهور ما سهلاش باش تبقى واقف وتزيد مصاريف اخرى، وخصوصا اللي عنده على الاقل 10 الخدامه ولا هذا غادي يزيد واحد المبلغ كل 15 يوم يحطوا شويه صعيبه. الحمد لله عندنا العدد ديال الخدامات ديالنا اللي هما يا خداو الدعم الحمد لله من لا سي ان اس اس ديال 2000 درهم كل شهر، ولكن دائما تيبقى انسان اللي عنده اغلب الخدامه عندنا عندهم تقريبا كاريين كاين اللي عندهم التزامات، يعني ما يمكنش غادي تكفيهم هذيك المبلغ ديال 2000 درهم، ولكن الحمد لله احنا قدرنا اننا احنا كمقاوله وخا صغيره قدرنا اننا ياخذوا الدعم ديالهم من لا سي ان اس اس، وحنا حنا عاوننا شويه من عندنا باش على الاقل نعطيهم واحد التوازن ولو بسيط، ويحسوا بانهم راه حنا ما تخليناش عليهم باش يبقاو غاديين في نفس الوتيره. ولكن دائما تنتمنى يا ربي هذا الحجر يسالي باش يرجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه، لانه اي انسان راه تيكون عنده مصاريف كثيره غير الكرا راه تيكون عنده واحد القيمه اللي هي ما تتقلش على من 1500 ما فوق، فراه هذه راه اي مواطن راه تيعيشها وعارف شنو العيشه كيفاش المعيشه كيفاش تتكون والحياه ديال الانسان كيفاش تتكون. نتمنى يا ربي انهم فعلا متضرين، وانا تنسمع منهم يوميا وتعيطوا لي يوميا وتيشكيوا على هذه المساله هذه، ولكن نتمنى يا ربي ان هذا العدد اللي نزل ديال العدد ديال المرض اللي عندنا الحمد لله وصل لواحد المستوى اللي هو مزيان دابا الحمد لله، الوفيات وصلنا صفر، عدد الاصابات الحمد لله تعتبر كمقارنه مع الدول الاخرى راه تعتبر لا شيء، يعني الحمد لله راه حنا وصلنا لواحد الارقام اللي هي الحمد لله تعتبر بالنسبه لنا ملي تنشوف الاعلام العالمي كله راه تنلقى انه بلادنا الحمد لله واقفه على رجل وواقفه، يعني الامن ومن ناحيه الامن من ناحيه الصحه من ناحيه يعني الحمد لله وصلنا لواحد الارقام اللي صراحه احنا فرحانين لها بزاف، يعني بوادر كلها تتعبر على انه الحمد لله راه المغرب في امان من هذه الناحيه هذه. كاينه بعض الامراض ضروري ما غادا تكون امر طبيعي هذا، لانه طالما العلاج ما كاينش يعني غيبقاو حالات غادي نبقى نشوفوهم تدريجيا كل نهار يعني بواحد العدد، غير ما غاداش تكون شي موجه لا قدر الله تكون كبيره. اللي تنتمنى بعد ما يبداو المقاولات كيف ما جا في تصريح حكومي غادي يكون ان شاء الله نهار 11 بدا العمل، تنتمنى انه المواطن المغربي ولا المقاولات يحاولوا يلتزموا باش ما ندخلوش شي موجه كبيره اللي ما غاديش نقدوا عليها، يلتزموا غير بالنظافه مسافه الامان بالوقايه بالتعقيم المحلات ديالهم ويلتزموا التزام ماشي بالهضره حدا تجي لجنه تشوف صافي يمشي وعاود يرجعوا كيف ما كانوا، لا الا ما تتخافش على ذاك المواطن اللي غادي عندك خاف على الخدام اللي عندك، يعني خاصنا ما نستهتروش باش ندخلوش في واحد الموجه اللي احنا في غنى عليها، نبقاو غاديين بهذه الوتيره هذه ان شاء الله ديال واحد العدد قليل 40 50 في النهار ولا هذا عادي، ريتما ان شاء الله تعالى يخرج هذاك الفاكسان اللي غادي ان شاء الله تعالى نتهنوا من هذا المرض بشكل نهائي، ونكونوا في واحد الصوره جميله حتى في العالم انه يتعرف بانه الشعب المغربي راه تيلتزم وتيحترم الشروط اللي تدير الدوله ديالو بواحد عقلانيه وبواحد المصداقيه ماشي غير بالكلام ولا هذا. والحمد لله خير دليل راه صالون هوليود الحمد لله اللي كانوا بزاف الناس تيخافوا من الصالونات ومتخوفين من الصالونات انهم يحضروا لهم انهم يقدروا يتعاداو ويقدروا يتصابوا، انا تنتمنى انهم يدخلوا ويشوفوا الفيديو اللي احنا سجلنا ديالنا ديال وسائل التعقيم ووسائل الحمايه ان كيفاش سجلناها وكيفاش صوبناها بواحد الطريقه اللي هي صراحه في اعلى مستوى من البدايه من دخلت الباب ملي تدخل الزبونه عندنا اللي حتى تخرج في واحد يعني تستقبلوها بواحد الاستقبال اللي هو راقي من ناحيه التعامل من ناحيه التعقيم من ناحيه السلامه. ملي تاخذ عندنا الموعد ديالنا في التليفون تنشعروها بوسائل النظافه والتعقيم ووسائل الاجراءات اللي تنديروا قبل ما تحضر عندنا، وبعد ما تتحضر ملي تتهبط من السياره ديالها ولا على رجليها تكون داخله مع الباب تتلاحظ بان صالون هوليود فعلا تتوفر على بزاف الاشياء اللي تتعبر على انه راه الانسان يقدر يجي وهو مؤمن، يعني من قياس الحراره من تعقيم اليد من تلبسها واحد
تقاشر على رجليها باش تبقى غاده مامنه حتى في الحوايج ديالها. ملي من الاستقبال ما تطلع الفوق وتاخذ السيده ديال الاستقبال، كيفاش تستقبلها، كيفاش تعطيها للشخص اللي غادي يتكلف باش يقوم بالعمل ديالو معها، يعني تعقم لها المكان فين تتبرك، تلبس هو واحد اللبس اللي هو خاص تيستعملوا باش انه بعد ما يكمل ويسالي تيجمع هذاك اللبس كله اللي خدم ليها به كله تنجمعوه، لانه كله جوطابل، ما عندناش شي حاجه تنستعملوها وتنعاودوا نستعملوها، من الفوط اللي تدار على الشعر، من الفوط اللي تدار في المانيكير وفي البيديكير، من لاسيغ كومبليت اللي تنديروا انه تنغلفوا داك الغولاكس كله تيكون مغلف بما فيهم حتى السيده اللي غتصوب لها لاسيغ تتكون كلها لابسه لبس كامل، يعني ما تنخليوش هذا زائد. اي مكان تتحط تبرك تدخل ليه السيده تتبرك فيه، والا تتعقم ملي تتبرك وتتعقم ملي تتكمل العمل ديالها. هو هادشي راه غتشوفوه في الفيديو ديالنا، يعني عندنا مصداقيه في هاد الامور هادي. احنا خصنا كما قلت في الكلام ديالي في الاول خصنا نلتزموا به، لانه حنا تنتعاملوا مع الكليان بواحد المسافه اللي هي قريبه، فخصنا دائما يكون عندنا مسافه الامان عندنا هي الحمايه بالنسبه للمهنه ديالنا حنا، حيت حنا ما نقدوش نوفروا مسافه الامان ديال واحد متر كيف ما تتقول هذا، ولكن بحكم المهنه ديالي وبحكم التخصص ديالي كيخصني نكون قريب من هذاك الانسان، ولكن القرب وفرنا فيه جميع وسائل الحمايه لدرجه انه يعني تنتعاملوا كجميع الاطباء، يعني ما تنخافوش لانه عندنا الحمايه، عندنا اللبس، عندنا وسائل التعقيم، عندنا كل شيء، يعني انسان تيجي هو مؤمن ما عندوش حتى شي حتى اشكاليه في هذا الموضوع. وصلنا في هذه المساله، انا درت واحد فكرت في هذه المساله مع الناس اللي خدامين معايا، وصلنا حتى لو كانت الزبونه فيها كورونا انا على يقين اليقين وعندي ادله تثبت انه لو فيها كورونا ادخل عند هوليود بالمرض ديالها وتخرج وما غاداش تخلي حتى 1% ديال المرض ديالها بالاجراءات اللي حنا موفرين الحمد لله لا الخدامه ديالنا ولا الوسائل التعقيم ملي تدخل حتى تخرج. يعني ما عندناش الحمد لله حتى شي تخوف في هذه المساله هذه يعني نهائيا، حيت كما هذا خدينا هذه البديره باش نبداو العمل ديالنا فوفرنا جميع الامكانيات. راه هادشي كلشي غادي يتشاف في الفيديو ماشي بالكلام بالحقيقه، يعني وتنتمنى انه بعد ما يبداو الصالونات العمل ديالهم تكون لجان اللي تتكون من السلطات انها تدير العمل ديالها وتجي وتراقب وتشوف هذه المساله هذه. يعني فعلا المهنه ديالنا ما سهلاش، المهنه ديالنا انه تنتمنى هذا رجاء خاص مني جميع الصالونات ديال المغرب حذاري انه تهاونوا في مسألة التعقيم والحماية ديال الخدامة ديالكم وديال الصالون والكليان ديالكم. دائما ما يدخلش حتى شي زبون للصالون إلا بالموعد. السلطات اللي عندنا والمعلومات اللي عندنا في الاجتماعات اللي كنا تنديروا مؤخرا مع الفيدرالية ديالنا ديال الحلاقة والجامعة ولا حتى شركة لوريال، أننا تكون عندنا واحد ناخذوا بالموعد لكل شخص، ناخذوا للمواعيد ديالو بالتدقيق ونعرفوا كل حاجة. نعطيك على سبيل المثال انه مثلا واحد الزبونه بغات دير مانيكير وبيديكير، مانيكير وبيديكير معروف انه عندنا المانيكير يعني ممتاز نص ساعه والبيديكير حاجه مزيانه يعني ساعه المكانه، يعني ساعه ونص زائد اربع ساعات ديال التعقيم. يعني اي كليان غادا تجي خاصني ناخذ لها ساعه ونص ديال الخدمه زائد ربع ساعه ديال التعقيم، تنجمع هذا الوقت هذا باش نقدر ناخذ الموعد الثاني ديال البنت، ديما خاصني نزيد عليه واحد ربع ساعه ديال هذا زياده حتى 12 لارو. علاش؟ باش نكونوا سالينا الكليان الاولى وعقمنا المكان، وحتى الحاجه الثانيه اللي زدناها اننا حتى نديروا واحد السويفي ديال لي غونديفو باش حنا ما نضروش، حيت كاين الكليان اللي يقدر ياخذ غونديفو وما يجيش فيه وحنا عندنا داك الشيء محسوم، فتنضطروا اننا نديروا واحد السويفي كل نهار في الصباح بالنسبه لي غونديفو ديالنا واش فعلا السيده غادا تجي ولا ما غاداش تجي باش نحاولوا نستقبلوها في واحد الوقت اللي هو هذا مزيان. حاجه ثانيه تنصح بها اي زبونه انه ما يكونش معها مرافق، هذه حنا دائما في ملي تعيط وتاخذ الموعد ديالها تنصحوها ما يكونش مع مرافق، ان كان ولدها ولا بنتها ولا صاحبتها. علاش؟ حيت مكان ديال الانتظار ما بقاش، يعني ولا تدخل من الباب حتى للعمل مباشره. حاجه ثالثه اللي تنصحوها بها دائما انها اي زبونه كانت تجي لجميع الصالونات هذه معروفه تجي جوج خطرات ثلاثه خطرات في السيمانه، دابا حنا ديما تتعيط لينا باش تاخذ موعد تنضطروا اننا ننصحوها تنقولوا لها الله يخليك حاولي انك داكشي اللي غديريه في ثلاثه الخطرات في السيمانه حاولي تجمعيه تجي في مره واحده حمايه لك والصحه ديالك باش ما تنقليش ثلاثه الخطرات للصالون، يعني تقدر تاخذ عدوى في الطريق، تقدر تاخذ بزاف الحوايج، مره واحده ندير فيها كل الاشياء اللي انا محتاجها تنجي نصوبها في وقت واحد في حداده وتنمشي مرتاحه بواحد الطريقه اللي هي مؤمنه احسن ما تجي ثلاثه الخطرات بزاف عليها
وماشي في مصلحته، كيف ما الدولة تنصح بعدم الخروج إلى الضرورة، فالضرورة أنني ندير كل المسائل ديالي اللي غنحتاج نديرها في وقت واحد ونكون مرتاح إن شاء الله. دائما تناخذوا دابا السيدة اللي كاينة في الاستقبال وراكم شفتوها لتحت ملي دخلتوا، أن تتاخذ عدد ديال الخدامة اللي عندنا، مثلا عندنا 10 ديال الخدامة، تناخذوا هذوك الأسماء وتنشوفوا النوع كما قلت لك قبيلة، النوع ديال الخدمة اللي غدير للزبونة، وتنحسبوا ذاك الوقت وتنزيدوا عليه الوقت باش كل خدام عندنا، وتنحسبوا اللي خصنا نعطيوه فترة ديال الغداء ديالو، خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، خصنا ناخذوا له فترة الراحة ديالو في الوسط من جوايه الخمسة من الربعة للخمسة حتى هي خصنا ناخذوها، تنحيدوا هاد الأوقات لأنه الخدام خصو حتى وقت الغداء ديالو وقت الراحة ديالو، وهذاك الوقت ما تبقى تنقسموا على عدد النوع ديال الخدمة اللي غدير السيدة أو الكليانة اللي غتجي عندنا. كيف ما كنا في الأول كنا تنخدموا كيف ما قلتي عادي، ما عندنا إلا تنوفروا إلا الوسائل المواد الأولية زائد الخدام، يعني هادو هما الأشياء اللي باش كنا خدامين ومحسوبين باش حطينا ذاك الطريفة ديالنا، ما جيناش حطيناه هكا، تنحسبوا ذاك الخدام شحال تيكلفنا زائد الوقت ديالو زائد المواد اللي تنخدموا بها، يعني ما كانش عندنا بزاف الأشياء اللي تزادت دابا وما محطوطاش في الطريفة الأولى. حنا دابا كيف ما قلت لك الزبونة، حنا الشخص اللي غيصوب ليها لابس لبس كامل، يعني من لابلوز من ناحيه ليغوم من ناحيه النظارات من ناحيه ديال الشعر من ناحيه زائد البلاصه فين غتبركيها كيفاش غنعقموها كيفاش، يعني اشياء كل مصاريف اللي ماشي سهله، ولكن حاولنا باش نحاولوا تكون واحد الزياده اللي هي رمزيه باش نبقاو في الاثمنه ديالنا. هذا ما يمكنش مستحيل، حيت انا اللي غيخلي نفس الثمن هذا ما تيعقمش باش نكون واضحين، هذا ما اما بالنسبه اللي فعلا غادي يعقم وفعلا غادي يدير الوسائل ديال التعقيم ووفر الحمايه وهذاك الشيء، وانا في النظر ديالي انا الزبونه غتزاد على واحد النسبه اللي واحد الثمن رمزي ونحمي لها الصحه ديالها وتحمل الامور ديالها، ما غاداش تكون شيء، حنا ما يمكنش نزيدوا شي زيادات خياليه، انما واحد الزياده اللي هي رمزيه ومنطقيه، يعني ماشي غير راه تتشاف الزبونه راه تدخل وتتشوف بعينها شحال ديال المصاريف تتحط، يعني من غير الفوطه اللي غتحط لها على شعرها خاصها جوج فوطات، كل كليانة تنغسلوا لها شعرها خاصها جوج فوطات اللي غادي ترماو، يعني جو طابل، يعني هذه ما فيها نقاش، زائد الليكات اللي غيخدم بهم غيمشيو، البلوزه اللي لابس الخدام غادي تلاح، يعني الكرسي اللي غتبرك فيه تيطرش بماده اللي هي معقمه وسيرتي فيه، ماشي ماده واخدينها حنا بالفاكتوره وسيرتي فيه، يعني الا جانا تفتيش في اي لحظه تلقانا حنا الحمد لله كونفور، يعني من ناحيه من جميع النواحي، فهذه اشياء كل حنا شارينها، يعني يعني لا جيت نذكر لك المبلغ اللي انا حطيت مبدئيا يعني في وسائل التعقيم راه رقم رقم محترم، علاش عيب باش نبدا، وهذا درتو انا علاش خصني ضروري نوفروا للخدام ديالي، حيت الخدامه ديالنا الحمد لله خدامين معنا، ما يمكنش نعرضوا الحياه ديالهم والصحه ديالهم، لانه انسان ما تعرفش الزبون اش هز معاه، هو براسو الزبون ما عارفش راسو واش حامل الفيروس ولا لا، هو ما عارفش، فاحنا خصنا نوفروا الحمايه، باش نوفروها خصنا نخسروا على واحد المبلغ اللي هو ما ساهلش، فهنا غنضطروا نزيدوا واحد الزياده اللي هي رمزيه ومعقوله، وانا على يقين انه الزبون ما غيتضايقش منها ان شاء الله. بالنسبه للخدمات ديالنا كلها غادا تبقى بدون استثناء كيف ما قلت لك الا توفرت شروط الحمايه وشروط الوقايه، اما لما توفرتش راه كاين شي، نعطيك على سبيل المثال غير الحجبان راه هما يعني تتبقى مسافه اللي تنبقى بيني وبين الزبونه ما تتقلش على ما بين 5 حتى 10 ديال السنتيم، يعني تتكون قريبه، يعني التنفس انا وياك يكون قريب بزاف، يعني لما توفرتش انا شنو تنأكد على جميع الصالونات انهم الله يجازيكم بخير، يعني في هذه الامور ما فيهاش اللعب، يعني وفروا الخدمه ديالكم وسائل الامان وسائل الحمايه، علاش باش خص يكون عند البافيت خص يكون مضادر وخص يكون داك الماسك اللي غادي يقدر انني واخا نتكع الكليانه، والكليانه خاصها تكون دايره بافيت وتكون نتاكد منها ملي دخلت ما تكونش في طار 4 السوايع هذيك البافيت، لانه خطأ حيت الا فاتت 4 السوايع المفعول ديالها ما تيبقاش، حنا تنوفروا عليها حنا تنسولوها ملي تدخل من الباب واش البافيت اللي عندك واش في طار 4 السوايع ولا لا، ملي تقول لي رانا دايرها باقا جديده نخليها، كانت فايت قديمه تنجبد وحده من عندي وما تنجبدهاش نعطيها لها انا، هي تتهز بيديها من 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 البلاستيكه ديالها وتديرها باش وسائل الحمايه، حيت كما شفتي انه 10 سنتيم بيني وبين الزبونه راه التنفس راه قريب بزاف بالقياس، يعني ما يمكنش اننا نغامروا بالصحه ديال الخدامه ديالنا اولا ديال الزبون ونقولوا باش نحاولوا نوفروا واحد شويه الفلوس، نزيد شويه الفلوس على على داك الزبون رمزي ونحميه ونحمي نفسي، يعني هذه مساله ما فيهاش ضرر للجميع. حاجه اخرى اللي تنصح بها الزبونات وتنأكد عليهم حسب الاحصاءات اللي دارت دارتها شركات كبيره في هذا المجال ديال الحلاقه، لقاو انه 40% ديال الزبونات باغين يرجعوا يصوبوا وما عندهم حتى شي مشكل، ولكن 50% عندهم تخوف
انهم يحضروا الصالونات، و10% ما باغينش يجيو نهائيا للصالون، لان عنده تيقول لك خلينا حتى يحيد. انا بالنسبه للمهنه ديالي والتخصص ديالي، النصيحه اللي غنقدم لهم، غنعطيهم ثلاثه ديال النصائح. هاد النصائح راه تيكونوا في الصالح ديالهم، الا تمعنوا فيهم راه غيلقاهم في المصلحه ديالهم. عندي علاش غادي تمشي، والدليل القاطع هو ان خاصها تمشي للصالون اللي تتوفر فيه، ما تخافش من الصالون الا توفرت فيه الشروط كامله ديال الحمايه. يعني نمشي ونشوف، الا بان لي انه الصالون موفر فيه الشروط كامله، رانا تنشوف بعينيا ملي دخلت مع الباب اللي حتى تنخرج نصوب وانا مرتاحه. ما متوفراش فيه الشروط ما ندخلش ليه. والسبب اللي كما قلت لك الاول اللي خصك تدخل ليه وتجي عندنا للصالون ديالنا ولجميع الصالونات، هو انه 3 شهور والشعر، اغلب النساء صبغوا شعرهم وحبسوا 3 شهور. هاد الصباغه معروفه هذا في المهنه ديالنا، وراه كاع الناس غادي يسمعوها والمهنيين غيسمعوا هذه الهضره هذه، وعاد الزبونات حتى هما، انه الشعر ملي تيكون تصبغ المده ديال 3 شهور تيكونوا ديك الزكاي ديال الشعر، الصباغه خرجت منهم وبقى اللون تيبان مات. علاش؟ لانه 3 شهور ما تصبغش و3 شهور ما دارش له الوسائل، يعني تيولي داك اللون باهت، ما بقاش اللون كيف ما الاول. زائد علاش؟ حيت الزكاي ديالو تحلت، ومع الغسيل ديال في الدار تتزول منه دوك لي بيغمون ارتيفيسيال ديال اللي تيكونوا في الصباغه. فهنا الشعر ديالها كون على يقين، انا على يقين اليقين، اي سيده مشات للدار ديالها تفزق دابا شعرها، ومن هذا الملبر اللي تنهضروا تفزقوا بشويه الماء وغتجبدوا غتلقاه تيتقرط، باغي يتقرط. اي سيده دير هذا التيست هذا، تاخذ شويه الماء وتفزق واحد البلاصه من شعرها وتجبدوا، غادي يبان لها تيتجبد بحال لاستيك. علاش؟ حيت الصباغه ملي الشعر تيولف الصباغه تيولي تياخذ الصحه ديالو من ديك لي بيغمون اللي كاينين في الصباغه، حيت هما حتى بيغمون ارتيفيسيال، يعني تيصح بهم الشعر ماشي تيمرضهم. يعني حيت صافي خداهم، كانوا عنده لي بيغمون ديالو ناتور دي هما اللي خلق الله تعالى في الزغبه ديالها، دابا ما بقاوش عندها لي بيغمون ناتور ولا عندها لي بيغمون ارتيفيسيال. فهنا 3 شهور هما محرومين من هذوك لي بيغمون، فكون على يقين الشعر كله مضر. فننصح اي سيده ضروري تحضر للصالون باش انها تحمي الشعر ديالها، لانها 3 شهور وهي بعيده على الحاجه الثانيه. الكيغاتين، اغلب النساء عندنا داروا الكيغاتين تقريبا، حنا الكيغاتين كنا تنخدموها، يعني دليل على انه راه وصلنا واحد العدد كبير ديال النساء دايرين الكيغاتين لشعرهم. يعني خذوا معايا انه 3 شهور والشعر فيه الكيغاتين وما تيتغسلش بالشامبوان، حنا اغلبهم ما لقاوش شامبوان او ما شراوش، فتيغسلوه تقريبا غير بالشامبوانات العاديين، تيدار له شامبوان اللي هو عادي، زائد انه ما تيدارش له اللي سميتو لي سوان اللي تنديروا حدنا حنايا، اللي لي سوان تنديروهم تنديروش لي سوان عادي، تنديرو لي سوان بروفون اللي هما في عمق الزغبه. ف يعني فحال هكا الشعر ديالهم اغلبهم غيكونوا حتى هما ضرر لهم الشعر ديالهم بواحد الشكل اللي هو يعني مخيف. داكشي علاش انا تنصح اي زبونه يعني ما تخافش من المرض. الحاجه الثالثه هي انه النساء كيف ما ذكرتي دابا، انه رمضان يلا سهل، ومعروف انه النساء كانوا اغلبهم ابار 3 شهور ديال الحجر اللي كاينه، اغلب النساء كانوا في المطبخ ديالهم تيوجدوا الفطور، والفطور راك عارف كيفاش تيكون، اللي يديها النهار كامل هما في الماء، وواحد التعب وواحد التعب شاق، يعني ماشي ساهل. اغلبهم وانا لا يقين كلهم دابا بعد ما تنكون نهضر غيشوفوا يديهم غيلقاو عندهم انني القشور ديال يديهم، انه يعني لا بوموغت ولات عندهم السمك ديالها غيكون غليظ في يديهم، يعني راهم محتاجين يديروا المانيكير، محتاجين يديروا القماش اللي يديهم، محتاجين يديروا باغافين اللي يديهم باش ترجع ديك الحيويه اليد وترجع عاوتاني كيف ما كانت. ما يمكنش انها 3 شهور وهي في حابسه عليهم جميع المواد، زائد انه كان عندها واحد الشغال ديال البيت في شهر رمضان كامل بدون هذا، وتزيد عاوتاني تبقى تقول بلاتي يعني ما بقاش عندها مناش تخوف. الحمد لله صالون هوليود وبزاف ديال الصالونات راهما موفرين الحمايه، تمشي وباش ترجع زائد على لاسيغ اللي ما دارش المده ديال 3 شهور. يعني راه هذه المساله راه النساء كلهم عارفينها، يعني صافي غير كما تنوصي وتنعاود ناكد ما نمشيش للصالون الا الى درت فيه واحد الدوره نشوف واش كاينه وسائل الامان متوفره ولا لا قبل ما نعطي الجسم ديالي او الشعر ديالي للحله. هذه هي النصيحه اللي تنعطيهم، يعني ما نجيش وندخل ونبرك ونمشي نصوب ونقول ما الا نشوف ونتاكد عاد هذيك الساعه ناخذ. وحاجه اخرى، ما نجيوش بدون موعد، ما نجيوش للصالون بدون موعد، لانه راه ما نصيحه لجميع الصالونات، ما تاخذوش كليان بلا موعد.
علاش؟ باش ترتبوا الاعمال ديالكم ويكون المسائل التعقيم متوفره وتوفروا المسائل، حيت الا جاوا بلا موعد غيولي عندنا ضغط، ولا ولا عندنا ضغط غنوليو خدامين، يعني بزاف الحوايج غادي ما نبقاش نديروهم، حيت ملي غيكثر عليا الناس غادي نولي خدام وصافي. وانا نصح الزبونه ما تجي الا بموعد، والصالون ما ياخذ الزبونه الا بالموعد رجاء. الله يخليكم. وكلمه اخيره للمسؤولين، الله يجازيكم بخير، مهنه الحلاقه راكم غلطتوا فيها واحد الغلط، اللي هو انكم حطيتونا مع الحمامات، وهذا هو انا على يقين انه المسؤولين، حيت انا عندي معلومات اكيده انه عطلوا الصالونات ما يحلوش، حيت خداو واحد المعلومه انه الصالونات تتوفر فيهم الحمام، فلقاو انه لا حلوا الصالونات يعني الناس غادي يمشيو للحمام، فهذا خطر على الكليان. حنا تنقولوا للمسؤولين تحملوا مسؤوليتكم حتى نتوما من الجانب ديالكم. اللي كاينه عندنا حنا على يقين 15% اللي كاينه ديال الحمامات في المغرب كامل، الصالونات اللي عندهم حمام يلا 15%، لا يخليو الصالونات تخدم، الحمام يحبسوه، ما تيقول لك الحمام لانه خطر وتيكون الانسان وهذا، يحبسوا الصالون اللي هو ديك 15% خليوها تخدم، ولكن علموهم قول لهم الله يخليكم الحمام ما يخدمش والصالون يخدم، وتجي الناس ديال المراقبه ويديروا العمل ديالهم. ولكن باش نبقاو سادين على الصالون ما تخدموش حيت نتوما عندكم الحمامات ونخليوكم حتى نهار يحلوا الحمامات، فهذا حرام. حنا ما بقاش عندنا التحمل باش نصبروا اكثر من هكا، كفى. الحمد لله عندنا متوفر الامكانيات كلها متوفره، مهنتنا راه 85% اللي هي غير صالون، يعني ما كاين حتى شي مشكل. كاين مشكل اخر اللي هما متخوفين منه هما الصالونات الصغار، الصالونات الصغار بحكم انه تتلقى عنده ديما ثلاثه الكراسه ولا اربعه الكراسه وما عندوش المساحه، هادو خصهم يخدموا حتى هما من حقهم، ولكن بشرط ماشي نخليهم ثاني نعرض يعني باش هو يخدم ونقولوا صافي ماشي مشكل المواطن، لا. يعني هذا اللي عنده المحل صغير تنظن راه كاين واحد النموذج دار، وفعلا كان روعه وجميل جدا انه يطلبوا منه يدير سيباراسيون ما بين الكرسي والكرسي، اما يديروا بالبلاستيك بطريقه راكين دابا الطرق لهذا، اما يديروا بالالومنيوم على حسب الامكانيات ديالو، قدر يديروا بالبلاستيك ما تيكلفش بزاف، وباش نخليه يخدم، حيت نحس طالبين منا اننا 50% ديال الكراسه خصهم ما يخدموش، يعني الا عنده مثلا غير اربعه الكراسه راه غيبقاو لي جوج، الا عنده ثلاثه راه بقى له عي واحد، يعني ما غيقدرش يخدم بهذه الطريقه. ولكن نقولوا له نفرضوا عليه الله يخليك بغيت تخدم اه، ولكن دير سيباراسيون ما بين الكرسي والكرسي باش نقدروا نكونوا خدامين وحنا مرتاحين. ونتمنى يا ربي ان اللقاء هذا يكون استفدوا منه بزاف الحلاقه، استفدوا منه بزاف ديال الزبائن، وحتى النصائح اللي عطينا للسلطه حتى هي دير العمل ديالها وتخلينا حنا نخدموا. والشكر الخالص الخالص والكبير هو لسيدنا على البوادر اللي دار، وكثر الله الف خيره والحب ديالو للشعب ديالو، الله يطول لي عمره. المواعيد ديالنا راه حطينا في 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 الباج ديالنا ديال الفيس والانستغرام، والبنات ديالنا اللي خدامين معنا كلهم راه حنا علمناهم بانه صافي بدينا تناخذوا المواعيد. بحكم الصالون ديالنا الحمد لله حنا عندنا صالون كبير الحمد لله، الخدامه ديالنا كلهم غادي يخدموا، وغادي تكون مسافه الامان متوفره بيناتهم في حاله الا ما خدموش، ما عندناش مشكل في هذه الناحيه.